مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، لذلك كان كثير الدعاء، وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الله عز وجل هو الستير، الستير من الستر، إن هو يغطي هذا الشيء ويداريه فلا يعرفه أحد ولا يرى أحد. يستر إيه يعني؟ يستر العورة. العورة دي اللي هي إيه معنى العورة؟ العورة اللي هي السوءة، اللي هي كل ما يسوءك أن يعرفه الناس عنك أو يراه الناس منك. العورة معناها إيه؟ كل شيء أنت لا تحب أن يراه الناس، سواء كان ده شيء حسي في الجسد يعني، أو شيء معنوي، خلق معين، شيء معين لا تحب أن يراه الناس، بيسموها عورة أو سوءة. الله تبارك وتعالى هو الستير، يعني إيه؟ يعني لا يمكن أن تستر سوءة عبد إلا به. لا يمكن، لا يمكن أن يستر عبد، أن تستر عورته الحسية ولا المعنوية إلا به. فالمستور من ستره، والمفضوح من تولى عنه فلم يستره. يبقى من المستور؟ المستور هذا الذي أذن الله تعالى بستره، فلا يمكن لعبد أذن الله أن يستره، أمر الله بستره، أن يفضح، يعيش مستورا. وكذلك كل عبد مفضوح، فضحت عورته، رأى الناس سوءته، فاعلم أنهم ما كان لهم أن يروا ذلك إلا لما ربنا تخلى عنه، لما ربنا أذن بالفضيحة. الستر ده في الدنيا وفي الآخرة، والفضيحة دي في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الله جل جلاله ستير يحب الستر. حديث صحيح قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. يعني ربنا ستير كثير الستر، ويحب الستر، يعني الأحب إليه. إيه الأحب لربنا؟ أنه يفضح العباد؟ لا والله، الأحب إلى الله تعالى أن يسترهم لا أن يفتضحوا. الستر أحب إليه من الفضيحة. ولأجل ذلك الله تبارك وتعالى أنعم علينا، أنعم على بني آدم والبشر بالستر لعوراتهم، وأمرنا أن نستر عوراتهم، بل امتن علينا بذلك. ربنا عز وجل بيقول في سورة الأعراف إيه؟ قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى عندنا لباسين: اللباس الأولاني الحسي الذي تداري به سوءتك وعورتك، واللباس الثاني لباس التقوى الذي تداري به سوءتك المعنوية. فكل من كان تقيا كان مستورا، ومن نزعت عنه التقوى كان مفضوحا عاريا. نعوذ بالله من هذا الحال. الله عز وجل لحبه الستر أمر المرأة بالحجاب، أمر المرأة أن تستر نفسها. لذلك الله تبارك وتعالى قال إيه؟ قال في كتابه العظيم المجيد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله تعالى يحب المرأة المستورة التي سترت جسدها. عشان كده أهل العلم بالإجماع، بالإجماع تغطية الوجه مستحب، الخلاف في الفرضية، يعني ما فيش عالم من علماء الأمة إلا وقال الأولى لها ذلك. الله تعالى يحب منك أن يراك كذلك، ألا يراك أحد، أن تستري عن أعين الناظرين، ألا يراك إلا زوجك أو محارمك. أما هؤلاء الأجانب لا، الله عز وجل لمحبته الستر تبارك وتعالى يستر عبده حال معصيته له. يعني متخيل الواحد العبد ده اللي بيخش يغلق على نفسه الباب ويعصي الله تبارك وتعالى، هو يغيب عن عين الله؟ لا والله، الله تعالى يراه حال المعصية، شايفه دلوقتي هو وهو قفل على نفسه الباب وعمال يعصي الله عز وجل، لكن ماذا يفعل؟ يلقي الله عليه الكنف والستر فلا يفضح إلا إذا شاء هو.
ثم الله تعالى من محبته للستر أنه الأحب إليه لمن فعل معصية ألا يفضح نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، المعاصي سماها قاذورات، فليستتر بستر الله. يعني الإسلام هو عمره ما كان متشوف بيحب يعني متطلع أنه يقيم الحدود على الناس، لا بالعكس، اللي يعمل ذنب بينه وبين ربنا خلاص يستر على نفسه. الأولى ألا يذهب إلى الإمام ويقول فعلت وفعلت، لا استر على نفسك. وكان من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى مين؟ هؤلاء المجاهرين. كل أمتي، قال صلى الله عليه وسلم، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. مين هم بقى؟ من هذا المجاهر؟ عبد يأتي عليه الليل فيعصي الله تبارك وتعالى فيستره الله عز وجل، ثم يصبح فيقول فعلت كذا وكذا وكذا، يصبح وقد هتك ستر الله عليه. هذا بقى الله تعالى لا يغفر له. لماذا؟ لأنه فضح نفسه بنفسه، الله تعالى لا يعفو عنه تبارك وتعالى. الله عز وجل ستير تبارك وتعالى، يحب الستر، لكن هذا الستر في الدنيا له حد. عشان كده ممكن العبد يبقى مغرور. مغرور يعني ايه؟ ممكن يستره ولما يتمالى العبد يتمادى الله عز وجل قد يفضحه وهو لا يدري. ازاي يعني؟ خلي بالك، ممكن يبقى العبد مفضوح وهو لا يدري. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: من عمل عملا ألبسه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من عمل عملا ألبسه الله رداءه، غصب عنه هيظهر العمل ده على فلتات لسانه وكلامه، هيبان. اوعى تفكر، الله عز وجل بيقول آية مرعبة مرعبة، يقول والله مخرج ما كنتم تكتمون. عشان كده الواحد لابد ان هو يكون عنده وجل. يقول سليمان التيمي رحمة الله عليه: إن العبد ليذنب الذنب بالليل فيصبح وعليه مذلته. سبحان الله، هذا في الدنيا. أما في الآخرة بقى، فالناس قسمان، الناس نوعين، صنفين: عبد مستور، اللهم اجعلنا من أهل الستر، وعبد مفضوح. يوم القيامة ده يوم عجيب، قال تعالى: يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. العبد الأولاني يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يأتي بالعبد المؤمن، اللهم اجعلنا منهم، فيلقي الله تعالى عليه كنفه وستره عن الناس. أرض المحشر بقى، تخيل أرض المحشر، مئات الملايين من البشر، ويقال فلان ابن فلان، يأتي العبد والناس تراك أمام أعينها، والآن الحساب، فعلت وفعلت وفعلت، اقرأ كتابك، فضايح. لكن الله عز وجل إذا أراد ستر العبد يلقي عليه الكنف، يلقي عليه الستر، خلاص حد شايف حاجة ولا حد سمع حاجة. ثم يبدأ رب العالمين بالمحاسبة فيقرره على ذنوبه، يقول له أتذكر ذنب كذا؟ قل نعم يا رب. وذنب كذا؟ نعم يا رب. وذنب كذا؟ نعم يا رب. حتى إذا أقر العبد بذنوبه وظن أنه هالك خلاص، قال الله تعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أما العبد الآخر بقى اللي هو نعوذ بالله غير المؤمن المنافق، هذا العبد الله تبارك وتعالى يفضحه على رؤوس الخلق ويقول الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. يوم القيامة هنجد فضائح، هتجد كده عبد يظهر أمام الناس أنه كان مرائي. الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ما وقف عبد موقف رياء وسمعة إلا أوقفه الله تبارك وتعالى يوم القيامة موقفا يسمعه به الخلائق. يعني العبد وقف بيصلي مثلا، يحاول أن يري الناس صلاته، أن يري الناس صدقته، أن يري الناس عمله الصالح، أن يسمع الناس به، كان ده قصده. خلاص إيه اللي يحصل يوم القيامة؟ الله تبارك وتعالى يسمع الناس بلوي فضيحه، فيعلمون الناس، فيعلم الناس منه ماذا فعل من جنايات ومصائب وبلاوي. ليس هذا فحسب، يوم القيامة ده هتجد كده وانت ماشي في أرض المحشر بشر زيك كده، وحجمه قد النملة، كأمثال الذر. سبحان الله، فضايح. ايه البشر؟ مش ده فلان ده؟ كيف أصبح كذلك؟ متكبر. الله تعالى يمسخه في هذه الصورة
حتى تظهر فضيحته. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم بأقدامهم. هتلاقي واحد ماشي أعوذ بالله لسان النار، يقول صلى الله عليه وسلم ذو الوجهين يحشر يوم القيامة له لسانان من نار. هذا بقى كان بوشيه يقابل الرئيس في العمل أو فلان به يقول له حاجة ومن وراه يقول حاجة تانية، يقابل ذو الوجاهة يتملق إليهم ثم يلعنهم في مكان آخر. ذو الوجهين يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أشياء كثيرة جدا هتجدها في أرض المحشر. كل هذا لماذا؟ فضايح، إظهار للسوءات، نعوذ بالله من هذا الحال. طيب كيف السبيل إلى ستر الله تبارك وتعالى؟ السبيل إلى ستر الله تبارك وتعالى أن تكون عبدا أهلا للستر، أن تكون عبدا مؤمنا عبدا صالحا، وأن تأخذ بأسباب الستر. من أعظم هذه الأسباب إيه؟ ألا تهتك ستر أحد. يقول صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي المقابل يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيت. بعض الناس للأسف مهمتهم نشر الفضايح، نشر السوءات، أول ما يسمع حاجة عن حد ينشر ذلك، يكلم هذا وذاك فيفضح الخلق. خلاص تحملها بقى، فضحت فلانة ستفضح، فضحت فلان ستفضح. طب سترته، الله تعالى سيسترك في موطن تحب أن يسترك الله عز وجل فيه. آخر حاجة بقى، رسالة إلى النساء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن دخول الحمامات. حمام زمان المقصود به المكان الذي فيه المستحم، يعني اشمعنى يعني؟ لأن فيه كشف عورات. ستنا عائشة شافت مرة نساء خارجين جايين كده من أهل حمص، قالت لعلكن من اللاتي يدخلن الحمامات، لقد سمعت صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ستر الله عليها. شوف بقى النهاردة بعض النساء للأسف حمام السباحة ولا على الشط ولا في الجاكوزي ولا في الحمامات المغربية ولا 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 عند الدكاترة، تخلع المرأة ثيابها بدون حاجة وتكشف سوءتها. يا أمة الله اتق الله عز وجل، إن أردت سترا في الدنيا وفي الآخرة فاستري عورتك، ولا تفعلي ذلك لأن الله تبارك وتعالى يفضح، كما أنه ستير ويحب الستر كذلك يفضح. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي.